السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 15 المجالات الكهربائية، القسم 2 تطبيقات المجالات الكهربائية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. جيب الورقة الكاتب فيها المعادلات الخاصة بمعادلات الوحدة 15. ما الشغل المبذول؟ رمز الشغل W كابيتال وهو المطلوب لتحريك شحنة تبلغ 3 كولوم، رمز الشحنة Q سمول ووحدة قياسها الكولوم، خلال فرق جهد كهربائي يساوي، رمز فرق الجهد الكهربائي دلتا في ووحدة قياسه الفولت. تختار من الورق اللي عندك هذه المعادلة W وتساوي W اللي هو الشغل ويساوي Q سمول اللي هي الشحنة ضرب دلتا في اللي هي فرق الجهد. ومنعود تضرب 3 في 1.5، 3 ضرب 1.05 ويساوي 4.5، 4.5 كولوم في فولت، وتساوي 4.5 كولوم ضرب قيمة الفولت، هذه قيمة الفولت، فالكولوم مع الكولوم بتروح، بضل عندك نيوتن في متر، نيوتن في متر هي جول، إذا W وتساوي 4.5 جول. وفي رعاية الله.